خليها راح ديها بالكاميرا بس خافيش السلام عليكم ومرحبا بكم كي دايرين لاباس عليكم بخير مرحبا بكم عند مجوهرات السلام اختصاصنا هو بيع الذهب 18 كارا كندير لها ليفريزون اين دينا كتشوف المغرب مرحبا والف مرحبا بكم كي دايرين مع الفقصة كي دايرين مع بعدا ما تفقصنا ولا ما نهولش من الكره سي با لابيل اللهم السلام عليكم اللهم لا يمين الله يحفظك كي دايره مزيان لاباس عليك كي دايرين مال الدار كلشي بخير الحمد لله هادشي اللي بغينا كلشي يكون على خير وبخير اللهم لك الحمد لاله ساره وعليكم السلام مرحبا بك مرحبا بجميع المتابعين ديالنا لاله رميساء وعليكم السلام لاله حنان وعليكم السلام مرحبا والف مرحبا بك ام خليل وعليكم السلام لاله بلقيس وعليكم السلام لاله شادة وعليكم السلام مرحبا والف مرحبا بكم عند مجوهرات السلام اختصاصنا هو بيع الذهب 18 كارا كندير لا ليفريزون اي دينا كتب المغرب ومرحبا بكم كي دايرين لاباس عليكم سلام خويا زوي كدير البنيتة بالفيلطاج اختي فدوا واخا مرحبا والف مرحبا بك كاين يلا بارطاجيونا في لي غروب ديالكم باش تشاركوا معنا في المسابقه اللي دايرين ليكم حقاش اللايف غيكون دغيا غنصاوبو ليكم اليوم باش ما يبقاش فيكم الحال حقاش فوطيتيو ها هي هذيك زعما اختارتو لينا بان يكون اللايف اليوم ضروري راه جيت الرحمن وعليكم السلام وياه والله المهم انا المهم بدا ما نكذبش عليكم انا ما كنتفرجش في الكره مزيان وما كنفهمش فيها مزيان البارح هذاك الوقيت اللي هذا والله دوزت غير نعاس ما تفرجتش فيهم ولكن من تفرجت لذاك التعاليق ديالهم ما نكذبش عليكم ما عجبنيش الحال عرفتي في اخر ولكن كيبقى داك الشيء غير حد كره كامله غير هذيك الكره كيقولوا ليها غير لعبوا صافي يعني حدوا صافي لا ليهم ولا لاي واحد كره هي هذه يلا بارطاجيونا في الجروب ديالكم باش تشاركوا معنا في المسابقه اللي دايرين ليكم اليوم عندنا غزالين شي موديلات فني يلا بارطاجيو باش ندوز لكم داكشي خفان زربان يعني شي حاجه دوز دغيا ندوزوها لكم ومرحبا بكم اليوم ندوز لكم شي مارياج زازلوز شي حاجه غزاله يلا بارطاجيو لنا في الجروب ديالكم بارطاجيو اليوم الجديد عندنا ان شاء الله شي حاجه طوب اليوم عندنا الجديد ليكم شي حاجه غزاله واش اليوم تيراج لا ماشي اليوم مازال ان شاء الله خليت ولادي وراجلي بالجوع والله يلا السلام عليكم سي ولاله نديه وعليكم السلام رادي حسين وعليكم السلام وتحيه لك لاله ولا سيدي مرحبا الف مرحبا بكم المغرب ولاد الناس طبق المثل اللي زار يخفف ولاد الناس مربيين واش بغينا والله الا مربيين ولكن كره كتبقى زعما غير يعني كتبقى غير هذا اي حظو صافي يعني كره هذا كيلعب مرحبا المهم غنبدا لكم لي مارياج اللي عندنا اليوم ان شاء الله كاين هذا المارياج زوين اللي على هذا الشكل هكا ب 340 واخا اختي مرحبا كاين هذا المارياج اللي كيجي رائع على هذا الشكل هكا في نيون الخدمه ديالك اختي هذا الثمن ديالو اللي هو 2000 درهم 40000 ريال 200 اورو كيجي على هذا الشكل هكا رائع ما
ومن بعد لكم باش يبان لكم مزيان. هذا الثمن ديالو اللي هو 2000 درهم 40 الف ريال، كيجي رائع على تشكل هكا خطير في اللبسه ديالو، يعني شي حاجه تلبسيها كل نهار ونحاول باش يبان لكم مزيان وواضح. هذا ب 2000 درهم لي 40 الف ريال خفاف، كاينين الخفافين جايبين لكم لي موديل كاملين اللي عندنا اليوم ان شاء الله غنوريهم لكم. المهم خلاص راه معكم واسم من مجوهرات السلام. هذا داير 2000 درهم البنات لي 40 الف ريال 200 اورو، كيجي على شكل خفيف وزويون، شي حاجه صحيحه من ناحيه الصحه راه صحيح. المهم الموديلات اللي عندنا اللي غنوريكم حتى هما كاينين الخف وكاين الثقل، اللي بغيتيه كاين عندنا. المهم اللي بغى الخف راه كاين، بغيت الثقل كاين، اي حاجه بغيتيها مرحبا. الله يربي هذا الثمن ديالو اللي هو 2000 درهم اللي هو 40 الف ريال، هو 2000 درهم 40 الف ريال 200 اورو كيف كتشوفوا على شكل غزال، كيجي في اللبسه ديالو. اللي بغى يدير له سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. هذا 2000 درهم. عندنا موديل على شكل هكا ديال 1500 درهم اللي كنوعدوكم بهم دائما اللي عليهم طلب، هذا ب 1500 درهم كيجي على شكل هكا. نحيد لكم الخاتم ديالي باش يبان لكم مزيان. هذا ب 1500 درهم على شكل كيجي، هذا 1500 درهم 30 الف ريال كيجي على هذا الشكل هكا رائع. اللي بغى يدير له سكرين يتواصل معنا على رقم الهاتف اللي هو 06 52 15 178 69، ومرحبا 06 52 15 178 69، ومرحبا بالجميع. عندك حلقه تفرج؟ لا اختي ما عنديش، مرحبا. سلام، واش عندك خاتم مارياج اللي فيه حجره خضراء؟ لا ما عنديش اختي. هذا الثمن ديالو 1500 درهم 30 الف ريال، اللي عجبو يدير له غير سكرين ومرحبا. هذا 1500 درهم، هانتوما هذا 1500 درهم لي 30 الف ريال 150 اورو كيجي على هاد الشكل هكا رائع. اللي بغاه يدير له سكرين ومرحبا. على اليونس ديالو كيفاش داير من اللور ديالو غزال على هاد الشكل، اللي بغاه يدير له سكرين ومرحبا. وكاين عندنا هذا ديال البنانة اللي داير 1300 درهم 26 الف ريال، هذا ب 26 الف ريال البنات، 1300 درهم 130 اورو كيجي على هاد الشكل هكا. بالحق راه خفيف ماشي ثقيل زعما يبان لكم، الا بان لكم كبير ولا هذا راه خفيف. هذا 1500 درهم لي 30 الف ريال 1300 درهم 26 الف ريال 130 اورو، اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. عندنا هذا الموديل عاوتاني على هذا الشكل هكا، هذا زويون حتى هو كيبان. هذا الثمن ديالو اللي هو 1500 درهم 30 الف ريال 150 اورو، هذا 30 الف ريال البنات 150 اورو كيجي على هذا الشكل. على ليونس اللوراني ديالو زويون وصحيح. هذا 1500 درهم لي 30 الف ريال 150 اورو، هذا لي موديل ديال الخطوبه ولا ديال المارياج. هذا 1500 درهم، وهذا ديال البنانه ب 1300 درهم. كاين عندنا لي اليونس غير واحد كيجي على هذا الشكل هكا، هذا الثمن ديالو 1400 درهم، هذا الخدمه ديال الديامون تقريبا. هذا الثمن ديالو 1400 درهم هي 28 الف ريال، اللي عجبو يدير له غير سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا بكم. هذا الثمن ديالو 28 الف ريال اللي هي 1400 درهم 140 اورو تقريبا، اللي بغاهم مرحبا و1000 مرحبا. كاين عندنا هذا الموديل هكا على هذا الشكل هكا، حتى هو داير 1400 درهم هي 28 الف ريال 140 اورو. هذا الثمن ديالو اللي هو 1400 درهم 28 الف ريال 140 اورو، حتى هو غزال هذا الموديل هذا. المهم لي موديل اللي مغياش ديال الخفافين كيجيو غزالين في اليد، اللي بغاهم مرحبا. هادو كاملين اثمنه جد مناسبه فيهم، اللي بغاهم مرحبا. هادو لي موديل ديال 1400 درهم، هذا 1300 درهم 26 الف ريال، وهذا الثمن ديالو 1400 درهم 28 الف ريال 140 اورو تقريبا، وهذا الثمن ديالو 1500 درهم 30 الف ريال 150 اورو، كيجيو زوينين في اليد. اللي بغاهم يدير لهم سكرين اولا شي وحده عارفه غتزوج ولا هذا يدير لها سكرين ويصيفط لها لي موديل هذا، ولا بغات شي حاجه مرحبا و1000 مرحبا بك. خلاص لا ليفغيزون لاي مدينه كنتي في المغرب ومرحبا و1000 مرحبا بكم. هانتوما موديلات رائعه وزوينين، يعني شي حاجه ديال ديما تلبسيها مرحبا بكم. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا به، هادو موديلات اللي غزالين. اللي بغى شي حاجه مرحبا، اللي بغى الموديلات كبارين راه عندي خلاص انا نوريهم لكم حتى هما. اللي بغى اي حاجه مرحبا و1000 مرحبا به. ها هو العنوان ديال المحل، ها هو هنايا كلشي هنايا عندكم. اللي بغى شي حاجه مرحبا. عندنا البنات هذا ديال البنانه اللي كيجي على هذا الشكل هكا، هو في اللبسه ديالو كيفاش كيجي. هذا الثمن ديالو هو 3500 درهم، هذا 350 اورو كيجي على هذا الشكل هكا. في هذه البنانه غزاله فينيسيون زويونه فيها. هذا الثمن ديالو اللي هو 3500 درهم 350 اورو، هذه غزاله كتجي على هذا الشكل هكا.
اختي خديجه وعليكم السلام، مرحبا والف مرحبا بك. هذا 3500 درهم اللي هي 70000 ريال 350 اورو. هذا اللي بغى يدير السكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا به. ها هو اللي بغى مرحبا والف مرحبا ب 3500 درهم اللي هي 350 اورو. وكاين عندنا موديل ديال البنانا اللي داير 3000 درهم. هذا الشكل، هذا داير غير 3000 درهم اللي هي 60000 ريال 300 اورو. اختي مالك لي غورميت الوليدات، غندوزهم لك تاهما ان شاء الله، يبقى معانا. هذا الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم 60000 ريال، كيجي على هذا الشكل هكا 300 اورو. مساء النور خويا وسيم، راك منور كيف العاده. اختي امال كي دايره؟ لاباس عليك، الله يحفظك الله ينور بك. هذا الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم 60000 ريال 300 اورو. اختي سميره ربي يخليك، الله يحفظك الله يبارك فيك. هذا الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم 60000 ريال 300 اورو، كيجي على هذا الشكل هكا. اللي بغى يدير له غير سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. كاين موديلات عاوتاني بحال هاد الشكل هكا، تا هما ديال تقريبا ديال البنانا، ولكن بحال قلتهم بسطح هاد الموديل. هذا هو كيجي على هاد الشكل هكا. هذا الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم 60000 ريال. هذا 3000 درهم 60000 ريال 300 اورو. اللي عجبو يدير له سكرين يتواصل معنا في البريفيو، مرحبا والف مرحبا به. هذا 3000 درهم اللي هو 60000 ريال 300 اورو. اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا والف مرحبا بكم. خلاص لا ليفغيزون راه داخل المغرب، اي مدينه كنتي في المغرب كنصيفطوا لك لا كوموند ديالك، حتى كتوصلك عاد كتخلصيها. هادو 3000 درهم، هادو بالنسبه للي مغياز العريسات اللي غيتزوجوا ولا خطوبه. هادو الثمن ديالهم اللي هو 3000 درهم اللي هو 3000 درهم 60000 ريال 300 اورو. الله يخليكم، حطوا لنا موديلات الحجاج. واخا اختي مامون دو جومو، واخا مرحبا. المهم هادو موديلات رائعه غايه في الروعه. كاين هاد الموديل هذا اللي داير الثمن ديالو 3000 درهم ديال الاكس. هذا موديل ديال الاكس 3000 درهم اللي هي 60000 ريال 300 اورو. هاهو كيفاش كيبان غزال. هذا 3000 درهم ديال الاكس، هذا اللي طلبوا لنا الناس منه بزاف. هذا 3000 درهم اللي هو 60000 ريال. هذا 60000 ريال هذا الموديل، هذا 3000 درهم. اللي عجبو يدير له غير سكرين ويتواصل معنا في البريفيو مرحبا. 3000 درهم هذا اللي 3000 درهم 60000 ريال. اللي عجبت شي حاجه يدير لها سكرين ومرحبا به. هادو موديلات رائعه. اللي بغى اي حاجه في لي مغياج راه عندنا متوفرين عندنا في المحل، اي حاجه بغيتوها مرحبا والف مرحبا بكم. وعندنا موديلات عاوتاني ديال الخويتمات، كيجيو على هاد الشكل هكا. سمحوا لي خويا الذهب فين واقف اختي؟ والله ما نكذب عليك ما سولتش اليوم، ولا يكون غيكون شي 313 درهم تقريبا هكاك. المهم راه غادي كيهبط شي شويه. كاين هاد الموديل هذا غير واحد كيجي في اللبسه ديالو. هذا الثمن ديالو اللي هو 2000 درهم 40000 ريال. هذا 40000 ريال هاد الموديل هذا، اللي 2000 درهم 200 اورو. اللي عجبو يدير له غير سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 200 اورو هاد الموديل هذا، 2000 درهم غزال هاد الشكل هكا، في هاد الحجر هكا مسيرتين مزيان، شي حاجه فنه. هذا 2000 درهم لي 40000 ريال 200 اورو، كيجي على هاد الشكل هكا. انا نقربو لكم، ها هو لا ليونس، شي حاجه زوينه تا هو فيها لا ليونس ديالو غزال. هذا مهم، الثمن ديالو اللي هو 2000 درهم 40000 ريال 200 اورو. اللي عجبو يدير له غير سكرين ومرحبا. 2000 درهم 200 اورو. كاين عندنا هاد الموديل ما فيهش الحجر، تا هو تقريبا الشكل ديال كارتي فيه، حتى هو 2000 درهم اللي هو 2000 درهم 200 اورو. اختي امل القياس ديالو تقريبا داكشي 64 ولا 60، هادشي اللي غيكون فيه، هذاك اللي داير بحال الديامو. هذا 2000 درهم اللي هو 40000 ريال. اختي ساره بالنسبه ل 600 1200 كيبداو من 1200 درهم حتى 2500 درهم على حسب الموديل اللي بغيتي. هذا 2000 درهم اللي هو 40000 ريال 200 اورو. اللي عجبو يدير له غير سكرين ويتواصل معنا في البريفيو مرحبا. 2000 درهم 40000 ريال 200 اورو. اللي عجبته اي حاجه يدير لها سكرين ومرحبا به. عندنا هذا الموديل هكا على هذا الشكل. هذا الثمن ديالو هو 1700 درهم. هذا الثمن ديالو هو 2000 درهم 1700 درهم، سمحوا لي 170 اورو هذا الموديل، 34000 ريال. هذا 1700 درهم 34000 ريال، كيجي على هذا الشكل 170 اورو تقريبا 1700 درهم. اللي عجبو يدير له غير سكرين ويتواصل معنا في البريفي ومرحبا. 1700 درهم 170 اورو غزال هذا الشكل هذا. المهم اللي بغى يدير له السكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. لي موديل ديال لي براسل اللي عندنا غنوريكم، حتى هما كاينين عندنا الوحدات. كاين عندنا لي براسل مثلا بحال هكا،
هادو 2500 درهم ليا 250 اورو، هذا 50000 ريال. هذا الموديل هذا كيجي زوين في اللبسات اليد غير واحد، هذا 2500 درهم. اختي مالك انا ندوزهم لك دابا، غير صبري عليا. هادو 2500 درهم 250 اورو، 50000 ريال كيجي على هاد الشكل هكا رائع حتى هو. 2500 درهم ليا 250 اورو، غزال هاد اللبسه ديالو، كيجي في اللبسه يعني مودرن شويه ما بين البلدي ما بين الرومي. 2500 درهم ليا 250 اورو، ها هو كيبان لكم زوين في اللبسه ديالو. 2500 درهم ليا 250 اورو، هذا غزال. اللي بغى يدير له سكرين عندي حبه منه، اللي بغاه مرحبا. وعندنا لي موديل اللي بلديين ومضوبلين من الداخل، كاين هذا ب 3500 درهم، هذا غير واحد كيجي 3500 درهم هي 350 اورو، 70000 ريال. اختي حنا كنتواجدوا في مدينه مكناس في برج مولاي عمر، وكان ليفري لاي مدينه كنتي في المغرب. هذا الثمن ديالو اللي هو 3500 درهم، راه مضوبل من الداخل. ها هو هاكي كيتحل، كتبركي له على هاد البوطون عاد كيتحل. هادو الثمن ديالهم اللي هو 3500 درهم اللي هي 70000 ريال. هادو 3500 درهم ليا 70000 ريال، 350 اورو. اللي عجباتو يدير لي سكرين ومرحبا بكم. هذا 70000 ريال. فيه هذا الموديل هكا عاوتاني، حتى هو حتى هو راه مضوبل من الداخل. هذا 3500 درهم حتى هو، غزال هذا الموديل هكا. غادي نمشي بك، اللي بغى ثلاثه فيهم راه كنصوبوهم 3500 درهم ليا 350 اورو، 70000 ريال. كيجي على هذا الشكل هكا، هذا 70000 ريال اللي هي 3500 درهم. اللي عجبو يدير له غير سكرين ومرحبا. هادو موديلات كاملين ديال 3500 درهم. هذا مثلا اللي بغاه الوالده ولا اللي بغاه ليه، راه ما فيه لا حجر لا والو، خلاص فيهم حتى هاد الموديل هكا ديال 3500 درهم اللي هي 70000 ريال. المهم هادو بالتخوا اللي بغيتي فيهم 3500 درهم، اي موديل عجبك 3500 درهم، خلاص راه كاملين مضوبلين من الداخل. لاختي حنان لي بري مازالين هما هما، هادو كانوا ب 3500 درهم، مازالين ب 3500 درهم، ما كاينش غير الا كانت سلعه جديده. يعني هادو موديلات ديال المغياج، الا كانوا الثمن ديالهم قاص حقاش شي حاجه كبيره. وعندنا هاد الموديل هذا اللي داير الثمن ديالو 2500 درهم، هذا 2500 درهم ليا 250 اورو، في هاد النقش بلدي 50000 ريال. هاد الموديل هذا هو في هاد النقش رائع، كيجي على هاد الشكل بلدي. هذا 2500 درهم، الله يحفظك اختي ناديه، شكرا لكم كاملين. هذا 2500 درهم ليا 50000 ريال، 250 اورو. اللي عجبو يدير له تاهو سكرين ومرحبا به. هذا غزال هذا الموديل هذا، كي كتشوفوا رائع، خلاص هو راه مضوبل من الداخل كامل، لا الشكل هكا يعني مرايه من الداخل. هذا 2500 درهم ليا 250 اورو، 50000 ريال. هذا 50000 ريال البنات، كيجي على هذا الشكل هكا، اللي بغاه مرحبا. عندنا هذا الشكل هذا اللي عصري شويه، هذا عصري هذا الموديل هذا، يعني تلبسيه مع اي حاجه. هذا الثمن ديالو هو 5500 درهم، هذا خلاص 5500 درهم، 550 اورو، 110000 ريال. كيجي على هذا الشكل هكا، يعني الناس اللي باغيين الرومي هو هذا. 5500 درهم ليا 110000 ريال، 550 اورو. ها هو كيجي هذا الشكل هكا، فيها بحال لي بول من لهنايا، خلاص هنا مسيرتي بالحجر. هذا 5500 درهم، الله يحفظك ام خالي، شكرا لك بزاف. هذا 5500 درهم ليا 550 اورو، 110000 ريال هذا الموديل. اللي بغى يدير له سكرين ومرحبا به. وكاين عندنا هذا الموديل اللي بلدي على هذا الشكل هكا، في هذه الزوقه في الناصم، يعني الثمن ديالو زوين حتى هو، يوشي حاجه صحيحه. هذا الثمن ديالو اللي هو 4000 درهم، 80000 ريال. هذا 4000 درهم، شحال داير الغرام؟ ورينا ديك اللي ب 250 حيت الدراري عاد دخلت، واخا اختي ديال 2500. المهم هذا داير الثمن ديالو اللي هو 4000 درهم، 80000 ريال. هذا 80000 ريال، 400 اورو، كيجي على شكل شي حاجه صحيحه، يعني كتبركي ما كتحسيش به كيترطى. هذا الثمن ديالو اللي هو 4000 درهم، 80000 ريال، كيجي على شكل غزال. 80000 ريال البنات هذا الموديل هذا، الله يحفظك اختي ناديه، شكرا يا ربي امين. عافاك في كاين المحل اختي، حنا في مدينه مكناس برج مولاي عمر. هادو الثمن ديالهم اللي هو 4000 درهم، 80000 ريال، 400 اورو. اللي عجبو يدير السكرين ومرحبا. خلاص هذا هو الموديل ديال 2500 درهم، هذا هو اللي هميزه عندنا، 2500 درهم، 250 اورو، 50000 ريال. اللي عجبته اي حاجه يدير السكرين ومرحبا. راه حنا موديلات غزالين اللي بينا لكم دابا، شي حاجه غير وحدات وشي حاجه اللي رقيقه وديريها ديما، غير اثمنه في متناول الجميع. اي حاجه بغيتوها مرحبا بكم. عندنا هاد لي موديل عاوتاني ديال لي بغاسلي 3، بغاسلي كيمشيو،
كاين هاد لي 3 بغاسلي على هاد الشكل هكا، هادو دايرين ب 140 الف ريال، هادو 7000 درهم. تحيه من هولندا، الله يحفظك اختي دورا، شكرا لك بزاف. هادو الثمن ديالهم اللي هو 7000 درهم 140 الف ريال، كيجيو على هاد الشكل رائعين. اللي بغاهم يدير لهم سكرين ويتواصل معنا في الخاص، ومرحبا والف مرحبا به. هادو 7000 درهم هاد الموديل، ها هما النقش كيفاش داير. 7000 درهم هاد الموديل هذا، اللي عجبو يدير له غير سكرين ومرحبا به، غزالين من الداخل هما كيفاش كيبانو. 7000 درهم هاد الموديل هادو اللي هو 140 الف ريال، 700 اورو تقريبا. غادي نجي للمغرب ونجي عندك وزين ان شاء الله. لا دورة، الله يحفظك، مرحبا والف مرحبا بكم في اي وقت. المحل راه محلكم. وكاينين عندنا هاد الموديل على هاد الشكل هكا، 3 بغاسلي شي حاجه كبيره وعاطيه للعين حتى هي. هادو دايرين 9500 درهم، هادو 3 بغاسلي دايرين 9500 درهم، ليا 190 الف ريال، ولكن هانتوما القياس ديالهم قداش في اليد. هادو 9500 درهم. لا لا نينا، وعليكم السلام، مرحبا، عافاك سجل اللايف. واخا اختي ضروري كنسجلو دائما، غير داك النهار كنوقع واحد المشكل ساعات تصلح. هادو الثمن ديالهم هو 9500 درهم 190 الف ريال، كيجيو هكا مسيرتين بالحجر، 950 اورو كيف كيبان لكم. هادو 9500 درهم ليا 950 اورو، كيجيو غزالين على هاد الشكل هكا، انا نبعدهم باش يبان لكم الكبر ديالهم. 9500 درهم 950 اورو، اللي عجبو يدير له غير سكرين ويتواصل معنا في الخاص، ومرحبا والف مرحبا به. كيجيو غزالين على هاد اللبسه هكا. المهم 9500 درهم ليا 190 الف ريال، غزالين. ثلاثه البراسيات اللي بغاهم، مرحبا، ورينا كورميت العنق. واخا اختي مرحبا. اختي هدى، بالنسبه لا ليفريزون خارج المغرب، يعني كيكون داخل المغرب وصافي، يعني خارج المغرب ممنوع علينا. المهم اللي بغى اي حاجه مرحبا به، راه المحل كيف كنقول لكم محلكم. هذا الثمن ديالو عاوتاني، هاد النباله هادي غادي دير 4000 درهم. هادي نباله كتجي هكا مخرمه زويونه، هذا 4000 درهم اللي هو 80000 ريال. هذا 80000 ريال، غزال، كيبان هكا دوق رافع، فيه نقش بلدي 100%. هذا الثمن ديالو اللي هو 80000 ريال، 400 اورو. الدوره 18 فيه خلاص، 4000 درهم اللي هي 80000 ريال، 400 اورو. اللي عجباتو يدير لها سكرين يتواصل معنا في الخاص، ومرحبا. هذا 4000 درهم كيجي هكا على الشكل. لا امال والله الا كما قلتيش مسانده رسميه، راكم كاملين مساندين، ربي يخليكم والله يحفظكم. من البدايات ديالنا كيف قلتي كانوا معنا 4 ديال الناس، 5، الى طلع اللايف كان كيطلع فيه 20 واحد، ولكن دابا الحمد لله بفضل الله وفضلكم حتى نتوما والله الا معاونين معنا، وحتى حنايا راه ما نخيبوكمش بالاثمنه اللي غنديروا معاكم والتعامل ضروري. هادو الثمن ديالهم اللي هو 4000 درهم 80000 ريال، هذا 80000 ريال 400 اورو. اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا به. خلاص عندنا واحد ديال 3 دي دار 3800 درهم 76000 ريال، 3800 درهم ليا 76000 ريال، رائع، كيجي في اللبسه. اللي بغى يدير له غير سكرين ومرحبا به. 3800 درهم 76000 ريال، كيجي غزال. 3800 درهم ليا 76000 ريال، 380 اورو. هذا 76000 ريال هذا الموديل هذا، اللي بغى يدير له سكرين يتواصل معنا في الخاص، ومرحبا به. 3800 درهم 76000 ريال. لي زونسومبل غندوزوهم اختي، مرحبا بك. هادو اللي بغى اي حاجه يدير لها سكرين ويتواصل معنا على رقم الهاتف اللي هو 06 52 15 78 69، ومرحبا بكم. راه كيف كنقول لكم اي حاجه بغيتوها مرحبا. عندنا لي زونسومبل على هذا الشكل هكا، اللي بغاهم حتى هما راه زوينين، يعني ديال الاناناسا، ها هو كيجي على هذا الشكل هكا. المهم اللي بغى يدير له غير سكرين يتواصل معايا في الخاص. خلاص هذا راه فيه لاشين والبوندونتيف والبغاسلي ديالو. هذا الثمن ديالو كامل داير 9000 درهم، هذا كامل داير 9000 درهم. اللي بغاه مرحبا والف مرحبا به. اختي هدى مرحبا والف مرحبا بك. ها انتم هادو الثمن ديالهم اللي هو 9000 درهم بالبغاسلي ديالو، اونسومبل كامل داير 9000 درهم على هذا الشكل هكا. هذا ب 9000 درهم هذا الاونسومبل هذا، اللي بغاه مرحبا به بالبغاسلي ديالو، كي كيبان ليكم شي حاجه اللي صحيحه. الخاتم ديالهم خلاص راه شي حاجه صح، وما اصح ما يكون. هادو الثمن ديالهم، والله الا كنت تالف، والله الا بالنصائح ديالكم وبالمسانده ديالكم، والله الا داكشي علاش مازال العطي يعطي ان شاء الله، مازال نعطيو ما اكثر بجهدنا، والله يحفظكم ومرحبا والف مرحبا بكم. هذا الثمن ديالهم اللي هو 9000 درهم 180000 ريال، اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا. بغيت براسلي 9500 اختي، مالك تواصلي معنا في البريفي. خلاص هما هادو ديال 9500 درهم هما هادو، ديري لهم سكرين ودخلي عندي البريفي، ومرحبا والف مرحبا بك. خلاص لا ليفغيزون راه غاتوي.
هادو الثمن ديالهم اللي هو 9500 درهم، 9500 درهم هي 950 اورو. اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا و الف مرحبا به. ها هو 9500 درهم، 190 الف ريال كامل. حنا اختي في مدينه مكناس في برج مولاي عمر كنديروا لها ليفغيزون اي مدينه كنتي في المغرب. خلاص عندنا هذا ديال فانكليف في السلسله ديال الكوغميت، كان فيه السلسله ديال نيلو ب 7000 درهم، دابا داير 8000 درهم، هذا داير كامل 8000 درهم. الله يحفظك ام لالا امال، شكرا لك بزاف اختي. مالك دابا كندير لايف حقاش راه غير انا اللي خدام بوحدي. هذا الثمن ديالو اللي هو 8000 درهم، 160 الف ريال، موديل ديال فانكليف. اختي هدى خلاص لا ليفغيزون خارج المغرب، يعني الا كان شي واحد من العائله كتعرفيه في المغرب ولا هذا راه ممكن يجيبها لك. هذا الثمن ديالو اللي هو 8000 درهم، 160 الف ريال، فيه البغاصلي والخاتم. ها هو كيفاش كيبان لكم فيه كامل. هذا الثمن ديالو كامل ب 8000 درهم، اللي هي ب 160 الف ريال، 800 اورو. 8000 درهم هذا الموديل، هذا كيجي على هذا الشكل ديال الموديل ديال فان كليف. هذا الثمن ديالو اللي هو 8000 درهم، 160 الف ريال، 800 اورو. 160 الف ريال البنات اللي بغاو يدير لهم سكرين يتواصل معنا في البريفيو مرحبا. 8000 درهم هذا الموديل، هذا غزال. المهم اللي بغا يدير له غير سكرين يتواصل معنا في الخاص ومرحبا و الف مرحبا بكم. 9000 درهم هذا الموديل اللي بغاو مرحبا به. خلاص هادو موديلات زوينين يعني ديال دائما تلبسيهم ويمشي حاجه غزاله. وخلاص عندنا هذا الموديل، هذا ديال فيه هذا الخويط هكا على هذا الشكل. هذا الثمن ديالو هو 1300 درهم، 26000 ريال، كيجي هكا في هذا الخويط هكا على هذا الشكل. كتزيدي وتنقصي كيف بغيتي، يعني بنيته صغيره ولا كبيره راه ممكن يجي اي قياس. هذا هذا الثمن ديالو اللي هو 1300 درهم، 26000 ريال. هذا 26000 ريال وضروري تعاود معكم راكم بحال عائلتي. هذا الثمن ديالو اللي هو 1300 درهم، 26000 ريال. اختي ليلى اللي شواغوفسكي لا ما عنديش دابا. هادو 1300 درهم، 26000 ريال، كيجي على هاد اللبسه هكا. اللي بغاهم يدير لهم سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 1300 درهم، 26000 ريال، 130 اورو. يلا اللي بغى شي حاجه مرحبا و الف مرحبا به. الموديلات راه اللي بغيتوها كاينه عندنا، علاش ما قلبتو مرحبا. وعندنا واحد الموديل ديال الاكس اللي هو زوين، هو انت هو اللي بغاه راه غزال. الموديلات يعني روعه. المهم اللي بغاه حتى هو راه ديال الاكس. هذا الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم، هذا ديال الاكس. هذا الموديل هذا 3000 درهم، اللي هو 60000 ريال، 300 اورو، كيجيكم على هاد الشكل هكا في اللبسه ديالو. 3000 دغيغام، 3000 درهم، 60000 ريال، رائع في اللبسه. اللي بغا يدير له سكرين ويتواصل معنا في الخاص. هذا موديل ديال المغياج، هادو الجديد ديال المغياج اللي عندنا. 3000 درهم، اللي هو 60000 ريال، 300 اورو. بالنسبه للناس اللي طالبين الحويلقه ديال غافينيتي، كاينين هادو ب 2000 دغيغام، هادو غافينيتي 2000 درهم، 40000 ريال، كيجيو على هاد الشكل. 40000 ريال هاد الموديل هذا اللي هو 2000 درهم، هذا 40000 ريال، اللي هي 2000 درهم، 200 اورو. اللي عجبو يدير له غير سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. هكا كيجيو في الشكل ديالهم. 40000 ريال، هي 2000 درهم. اختي لويز ما قليل اصلا في السوق، هذا 40000 ريال، 2000 درهم. اللي عجباتي دير له سكرين ومرحبا. وعندنا هاد الحويلقه حتى هما اللي هابطين على هاد الشكل هكا، دايرين ب 1700 درهم، 34000 ريال. هادو ب 34000 ريال، هي 1700 درهم، 170 اورو تقريبا. كيجيو على هاد الشكل هابطين في الودن. 34000 ريال، هي 1700 درهم. اللي عجباتي دير له غير سكرين ومرحبا و الف مرحبا بكم. هذا 34000 ريال، 1700 درهم. وكاين خلاص هذا الموديل هذا اللي داير كامل على هذا الشكل هكا، هذا كامل مسيرتي بالحجر. هذا الثمن ديالو اللي هو 1300 درهم، هذا 1300 درهم، اللي هو 26000 ريال. ان شاء الله اختي مريم علاش لا. هذا 26000 ريال، هي 1300 درهم، 130 اورو. اللي عجبات شي حاجه يدير لها سكرين ومرحبا و الف مرحبا بك. هذا 1300 درهم، هي 26000 ريال، اللي عجباتو يدير لها سكرين ومرحبا. هما كيجيو على هذا الشكل، اللي بغاهم مرحبا به. المهم الموديلات اللي زوينين راه هما هادو اللي كندوز ليكم دابا، يعني شي حاجه روعه. واللي بغى اي حاجه راه مرحبا بكم، راه المحل كيف كنقول لكم محلكم، اي حاجه تحتاجوها مرحبا. بغيت نوريكم واحد الموديلات زوينين، المهم ما عرفتش فين حطينا النص الكبير. عندنا دي موديل ديال غافينيتي،
هانتوما هاد الموديل هذا ديال غافينيتي ديال هاد الخميسه، هذا الثمن ديالو هو 3000 درهم. هادي ديال لي بول فيها في الجناب، هادو غافينيتي يعني اوريجين ديالو، ماشي كيجيو عاد كيركبوهم. هادو الثمن ديالهم اللي هو 3000 درهم، 60000 ريال. اختي حنان مازال ما جابهمليش اختي، والله الا مازال ما جابهمليش، مع طلع الذهب وهذا مازال الثمن حنا كنضربوه على الثمن. ما انا راه اي سلعه نجيبها لكم. هادو الثمن ديالهم اللي هو 3000 درهم، 60000 ريال. ها هما كيفاش كيبانوا، كيجيو على هاد الشكل هكا. اللي بغاهم يدير لهم غير سكرين ومرحبا. خلاص كاين هادي اللي حداها عاوتاني هاد الشكل هذا، هذا داير 3300 درهم. هادي اللي فيها التشنيشنا هكا، هادي الثمن ديالها اللي هو 3300 درهم، اللي هي 66000 ريال. هذا الموديل هذا 66000 ريال. خلاص ها كيفاش كتبان، راه طويله كتجي، مهم ما بين المهم في العنق كتجي مزيان. هادي الثمن ديالها اللي هو 3000 درهم، 60000 ريال، 300 اورو. اللي عجباتو يدير لها سكرين 3300 درهم، اللي هي 66000 ريال. اللي عجباتو يدير لها سكرين ومرحبا و الف مرحبا به. وخلاص هذا الموديل هذا، كاين هذا الموديل الخميسه ب 3000 درهم اللي هو 60000 ريال. المهم اللي عجبتو اي حاجه يتواصل معنا في الخاص، ومرحبا و الف مرحبا بكم. هادو موديلات زوينين ديال غافينيتي، اي حاجه عجباتكم ديروا لها سكرين وتواصلوا معنا في البريفيو. مرحبا، يلا اللي بغى شي حاجه مرحبا به. نتمنى نكون وريناكم لي موديل على الجهد. المهم الموديلات راه هما هادو زوينين اختي. بالنسبه للسيده اللي كتسول على الكورميطات ديال اليد، ها هما اختي مرحبا بك. هادو بالنسبه للوليدات ولا البنيتات، فيهم 13 سنتيم في الطول ديالهم 800 درهم. هادو 13 سنتيم في الطول ديالهم 800 درهم، اللي هي 16000 ريال. فيهم هاد لي كافي هكا، بغيت كنكس بوكس سميه على حسابنا خلاص ولا داد نيسونس ديالهم. هادو 800 درهم، اللي هي 16000 ريال، كيجيو غزالين في اللبسه ديالهم. اللي بغاهم مرحبا و الف مرحبا. هادي اللي حداها دايره ب 700 درهم، 14000 ريال. هادو 700 درهم، 14000 ريال، اللي هي 70 اورو. وكاين هادي ب 80 اورو تقريبا، 14000 ريال. هادي 14000 ريال، اللي هي 700 درهم. في هذا الموديل ديال الاي بي هادي، هادي 14000 ريال. اللي عجباتو يدير لها سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا. موديلات روعه كيف كتشوفوا، اللي بغى شي حاجه مرحبا. المهم هادو غزالين، اللي بغى اي حاجه مرحبا به. خلاص هادو الحويليقات ديال البنات، هادو دايرين 700 درهم، اللي هي 14000 ريال. هادو 14000 ريال حوالق ديال البنات، الله يحفظك ام خالي، شكرا لك بزاف. 14000 ريال اللي هي 700 درهم، اللي عجباتو يدير لها سكرين ومرحبا. وخلاص هاد الموديل هادو تا هما حويليقات دايرين ب 12000 ريال، 600 درهم. هادو 16000 ريال، 12000 ريال، 600 درهم. اللي عجباتو يدير لها سكرين ويتواصل معنا في البريفيو مرحبا. 12000 ريال اللي هي 600 درهم، اللي عجباتو يدير لها سكرين ومرحبا به. 12000 ريال هاد الموديل، وهذا خلاص داير 700 درهم، هذا 14000 ريال. يلا اللي عجباتو اي حاجه يدير لها سكرين ويتواصل معنا في الرقم الهاتف 0652 15 78 69. ومرحبا بكم، وصلنا للنهايه ديال الحلقه اليوم ان شاء الله. المهم راه دوزتكم لي موديل باش ما نخليكمش بلاش اليوم ان شاء الله. ان شاء الله دابا نعاود لكم شي لايف يكون طويل احسن من هذا. المهم وريتكم لي موديل دابا اللي عندنا كاملين، ومرحبا والف مرحبا بكم. في اي وقت بغيتو شي حاجه واي سؤال مرحبا بكم. خلاص كنت واجد في مدينه مكناس في برج مولاي عمر، وكنديروا لا ليفغيزون لاي مدينه كنتي في المغرب. ومرحبا والف مرحبا بكم. خلاص اي حاجه بغيتوها مرحبا بكم. مهم اي حاجه بغيتوها خلاص اللايف غادي نعاودو لكم ان شاء الله، وغنوريكم لي موديلات اللي بغيتوها ان شاء الله. واي طلب مرحبا بكم، اي حاجه بغيتو تسولوا عليها مرحبا والف مرحبا بكم. الناس اللي ما كنجاوبهمش في ميسنجر، يلا مكافي مع الواتساب قليل، في كندخل الميسنجر من الاحسن بقاو تدخلوا الواتساب باش هكا نبقى نجاوبكم دغيا. واخا حتى الواتساب راه كنتعطل فيه، يعني راكم عارفين الضغط كيكون كنكون خدام في المحل، داكشي علاش. ومرحبا والف مرحبا بكم، وعطله سعيده وتهلاو في راسكم، ومرحبا والف مرحبا بكم.